أجنحة الدجاج المشوية بالفرن بطريقة مش طبيعية وتتبيلة وهمية، لو جربتيها هيتجننوا عليها وهيطلبوها منك كل يوم. أكلة اقتصادية ومشبعة، وضفت كمان عليها البطاطس عشان تميز طعمها ويكون طعمها رهيب. بجد التتبيلة مميزة جدا لأجنحة الدجاج، جربيها والله ما هتندمي. تعالي بقى شوفي الطريقة، وما تنسيش اللايك للفيديو لو أول مرة تشوفيني والاشتراك في القناة. تعالوا بقى كده نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالي نشوف التتبيلة المميزة جدا لأجنحة الدجاج، وكمان تتبيلة البطاطس بطريقة مميزة وحلوة ومشبعة. تعالوا بقى كده نسمي بسم الله. وأول حاجة هنحضر لتتبيلة أجنحة الدجاج. أول حاجة معايا حوالي 3 معالق كبار كده من الزبادي، أو علبة كبيرة من الزبادي، وهضيف عليها حوالي معلقة صغيرة من المستردة، وده اختياري أنا، بحب بس المستردة في كل تتبيلات الفراخ. وعصير نص ليمونة، الليمون بقى بيطري الأنسجة بتاعة الفراخ وبيخليها تشرب التتبيلة بسرعة، وكمان الخل، فهنضيف كمان معلقة كبيرة من الخل أو معلقتين صغيرين زي ما انت شايفة. التتبيله دي مميزه جدا وطعمها رهيب. هضيف بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسود ورشه بسيطه من الكمون ومعلقه من البصل البودر ومعلقه من توابل الفراخ وكمان معلقه من البابريكا ومعلقه من البصل البودر، قلتها لكم، معلقه كبيره بقى من البابريكا عشان تدينا اللون الحلو اللي احنا شفناه في اجنحه الدجاج كده في اول الفيديو، معلقه صغيره من الثوم المهروس، ومعلقه من العسل الاسود. عسل الاسود على التتبيله، اه ذوقي بس الطعم، العسل الاسود في التتبيله طعمه مميز ورهيب. عايزه اقول لكم ان العسل الاسود والثوم ده بديل الصويا صوص، فاحنا عايزين نقتصد طبعا زي ما انتم عارفين، فهنستعمل الحاجات الموفره واللي موجوده عندنا في البيت، مش عشان نعمل تتبيله مميزه لازم نشتري لها حاجات غاليه. لا، انا هنا ضفت الثوم والعسل الاسود، ده بديل الصويا صوص، وضفت كمان معلقه من هريسه الشطه وده اختياري. وبعد كده ضفت الملح وقلبت التتبيله دي كويس جدا مع بعضها كده. عايز اقولك التتبيله دي رهيبه بجد، تتبيله مميزه جدا. خلاص كده بعد ما قلبتها بتيجي بقى ان انا اخد اجنحه الدجاج، وطبعا غسلها كويس جدا وشايله منها القطع اللي هي بتبقى في اخر الدجاجه دي، اللي هي القطع الرفيعه اللي هو ضفر الدجاج، لان ده بيبقى فيه كل الزفاره. فغسلها بعد ما قطعت الضفر ده كويس، وغسلتها كويس جدا وصفيتها من الميه علشان تشرب معايا التتبيله. ضفتها في التتبيله، هقلبها كويس مع التتبيله وهسيبها في التلاجه على قد ما تقدري سيبيها، لان هي كل ما تقعد في التتبيله هتديكي طعم احلى اكتر يعني. فانا سبتها حوالي نص ساعه لان ما كانش عندي وقت. انتي لو سبتيها ساعة ساعتين او ليلة كاملة هتديكي نتيجة احلى بكتير. خلاص كده بتجي بقى ان انا اجيب البطاطس معانا والخضار اللي هنضيفه مع اجنحة الدجاج، وهنعمل اجنحة الدجاج بطريقة مميزة مش بالطريقة العادية خالص، وكمان بصلاية وفلفل حار وفلفل بارد، ده فلفل حار طبعا على يعني لو انتي مش عايزاه خلاص استبعديه، لو انتي مش عايزة الوصفة معانا تكون حارة او تكون سبايسي. ضفت كمان 3 حبات من الطماطم، وهقطع كده البطاطس مكعبات صغيرة اهو زي ما انت شايفة، يعني مكعبات تكون حجمها كبير شوية علشان لما تدخل الفرن ما تتهريش معاكي. وبعد كده هقطع البصل شرايح هو بالشكل ده، يعني الخضار اللي عندك حطيه مع اجنحة الدجاج هيعلي القيمة الغذائية بتاعة الصينية معانا النهاردة، وكمان تكون اكلة مشبعة كده واكلة شتوية وتدفينا مع شوية رز بشعرية، يعني مفيش احلى من كده، والاكلة الحلوة مش بالامكانيات. خلاص كده بقى اقلل التكاليف وهنعمل اكلة حلوة مميزة وطعمها رهيب. هتجي بقى ان انا اقطع كده الطماطم برضو شرايح كده صغيرة، وهاخد قطعة صغيرة او هخلي الفلفل كده زي ما هو مش هفتحه علشان ما ينزلش السبايس بتاعه على الفراخ، هيدينا الطعم من غير ما يكون يعني الفراخ تكون طعمها حار قوي يعني. هبتدي بقى الصينية اللي هنعمل فيها أجنحة الدجاج، احط فيها كل الخضار اللي احنا عاملينه والبطاطس المتقطعة مكعبات كده بالشكل ده، وهبتدي ان انا اتبل البطاطس والخضار دي بتتبيله بسيطه خالص، ملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا علشان تديها لون حلو، بس كده بس كده. والتتبيله بقى بتاعه الفراخ بتاعتنا هي اللي هتطعم معانا البطاطس.
خلاص قلبت كده الخضار معايا كويس جدا. بعد كده هجيب أجنحة الدجاج اللي احنا متبلينها وهضيفها على البطاطس. هحط بس كده معلقة من السمنة او زيت، اي مادة دهنية انت تفضلي، لان هي ما فيهاش اي دهون خالص، واجنحة الدجاج ما بيكونش فيها دهون كتير. خلاص كده ابتدي بقى ان انا انزل باجنحة الدجاج بكل التتبيلة اللي احنا عاملينها مع بعض. التتبيلة بقى دي هتتشرب، البطاطس هتشرب من التتبيلة، واجنحة الدجاج طبعا من التتبيلة عفوا متبلة كويس جدا في التتبيلة دي، الأجنحة كده من جوه بقت متشربة، واللحم بتاعها دايب خالص من التتبيلة. عايز اقولك ان طعمها رهيب بجد رهيب، لازم تجربيها بنفس الطريقة. هحط كمان معلقة من السمنة علشان تخلي معايا الفراخ محمرة كده في الفرن وواخدة لون حلو. خلاص كده نجيب بقى ورقة من الألمونيوم ونقفل بيها الصينية كويس جدا علشان ما تاخدش معانا وقت كبير في الفرن. وطبعا فتح الفرن حوالي 10 دقايق بس يسخن على أعلى درجة، علشان احنا مش عايزين نفتح الفرن كتير والأكلة كمان تستوي معانا بسرعة، أو أجنحة الدجاج طبعا مش هتاخد وقت في التسوية فهتستوي معاكي بسرعة لما تدخليها على فرن سخن، وهتقعد حوالي ربع ساعة وهنشوف شكلها بعد ربع ساعة هتبقى عاملة ازاي. هناخد بقى الصينيه كده مع بعض واوريكم انا بحط الصينيه فين عشان تستوي معانا بسرعه. وطبعا هي فيها هتنزل الميه بتاعتها وهتستوي منها فيها، يعني احنا ما زودناهاش اي سوائل، حطيتها في قاع الفرن كده زي ما انتم شايفين لمده ربع ساعه، تلت ساعه بالكتير لو عندك الفرن مش قوي او مش حامي قوي. وده بقى شكلها زي ما انتم شايفين، بصوا مستويه ودايبه دوب، وكمان البطاطس مستويه، والصوص بقى اللي نازل منها ده رهيب. خلاص كده ابتدي بقى ان انا اظبط كده شكل الصينيه معايا وهحطها في الرف الاوسط لمده 10 دقايق، وافتح على الشوايه والفرن الاتنين مع بعض وهتطلع معانا بالشكل ده. شايفين هنلمعها كده بقى بالصوص اللي نازل في الصينيه علشان تبقى بتلمع كده معانا في التصوير، تلمع معانا في التقديم كده ويبقى شكلها يفتح النفس. شايفين الشكل رهيب بجد وطعمها في منتهى الجمال. عايزه اقولك بقى اكله بسيطه، اكله مش مكلفه خالص، وكمان اكله مشبعه مع طبعا طبق رز بالشعريه. خلاص مفيش بعد كده، هتقدميها بقى بنفس الطريقه كده وبالف هنا وشفا. جربيها بنفس التتبيله هتعجبك جدا، ولو اي نوع فراخ، لو فراخ فرخه كامله او فراخ دبابيس برضو هتنفع بنفس الطريقه. شايفين عايزه اقولك بقى والله جعت بجد، طعمها رهيب. وشايفين البطاطس مش مهريه والصوص اللي تحت ده رهيب بجد، حلو قوي لو اكلتيه كده بعيش، اكلتيه بالرز في منتهى الجمال. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ما تنسيش اللايك للفيديو لو اول مره تشوفيني، اشتركي في القناه واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم.